بالسلاسل الحديدية على مدخل رئيس البرلمان ارتسمت صورة التصعيد لأغلبية نواب الموالاة أمام عدم امتثال سعيد بوحجة لمطلب الاستقالة من رئاسة الهيئة التشريعية، حيث قامت الأغلبية البرلمانية بوقفة احتجاجية لحمل بوحجة على التنحي أو الاستمرار في التصعيد. اتبعنا هذه الخطوة وفق مراحل. المرحلة الأولى هي كانت لقاءنا مع السيد الرئيس، رؤساء الكتل الأربعة للأغلبية البرلمانية أفلا آر إن دي أم بي أتاج، استعرضنا له توقيعات اللي اتفاق 350 توقيع واللي تطلب منه عدم الاستمرار في منصب الرئيس. بعدها أين وعدنا آنذاك وقال باللي سوف أستقيل في غضون 36 ساعة، لم يستقل في 36 ساعة. مرينا المرحلة الثانية هي تجميد عمل مكتب نواب الرئيس ورؤساء اللجان وكذا الدبلوماسية البرلمانية، لم يستجب كذلك وتنصل من مسؤوليته. مرينا المرحلة اليوم اللي هي وقفة احتجاجية أما في مقر البرلمان وفقا لقوانين الجمهورية وفقا للدستور الجزائري دون المساس بأي قانون أو بالنظام العام، وقفة تدل على رفضنا القاطع بصفة نهائية التعامل مع السيد الرئيس. ووصفت المعارضة غلق البرلمان أمام رئيسهم بالممارسات غير المسؤولة والخطيرة ضمن مشهد آخر لحالة الانسداد الذي تعيشه الغرفة السفلى للبرلمان على مدار 3 أسابيع من الزمن، والتي قد تنذر بأزمة سياسية تلوح في الأفق. أن نرى برلماننا يغلق بسلاسل أو أن نرى هذه الوقفات، كان ولا بد أن يجلس الجميع قبل الوصول إلى هذا المستوى، أن يجلس الجميع على طاولة الحوار. كل الناس في هذا البرلمان شركاء بما فيهم الشعب الجزائري، هذه مؤسسة الشعب، ليست مؤسسة شخص، وليست مؤسسة فئة، وليست مؤسسة كتلة، وليست مؤسسة عصبة. وكان قد أعلن قبل يوم حزب جبهة التحرير الحاكم إحالة بوحجة على لجنة الانضباط ورفع الغطاء السياسي عنه طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. تستمر عملية الشد والجد داخل قبة البرلمان بين النواب ورئيسهم ضمن سابقة سجلت الحدث في الساحة السياسية في الجزائر، وفي ظل غياب مخرج قانوني للأزمة يبقى حلها مرهونا بقرار يتخذه رئيس البرلمان. أمينة مدودة، الغد، الجزائر.